الموعد اليوم سيكون مع تحدي جديد، والموعد مع التأكيد للمنتخب الجزائري ممثل العرب في المونديال. مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات، وكل شيء فيها متوقف على مدى الاستعدادات الذهنية والبدنية والفنية، وكل الموارد تزول اليوم بين المنتخبين، والغلبة ستكون من دون شك للأفضل في هذه الليلة. وفيه خطأ يصبر حكم المباراة، أول بطاقة صفراء مجد مقرع الدقيقة الأولى تتحصل على بطاقة صفراء، ستلعب باقي المباراة. تب النوع الماء لأنه لا يمكن وش من عدو المنتخب الجزائري يلعب كرات مثل هذه. ولك لك أداري أداري من المزع وصلها مباشرة لمجني، ترجع لكريم زياني يرفع من هناك، هيلة من كريم زياني صعبة، هيلة ممتازة. يا بابا يا بابا، الله 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 الله، الله أكبر، وأي هدف. يا سلام على عطر يحيى، أجمل هدف في العالم هذا، هو أجمل هدف في العالم وأحلاه. من اين لك كل هذا يا عطر؟ من اين لك كل هذا يا عطر؟ يا له من هدف. نادير بالحازم طرق، طرق نادير بالحازم، زيد بسرعه يلعب عليها نادير، هاي نادير ممتازه. يا رب شوف كله عمر تقول انا كنت عارفين قدره المنتخب الجزائري. حسن يبدا نرجع الكره بالعقب، كان فايز في مشاهد ناس كثيره. هلا والله كما يقولون خارجيين يا رفيق. يلعب من هناك مع نادير بالحاج، المدافعون الجزائريون يلعبون كرة، يلعبون كرة. كريم دياني هنا امام منصور، انطلق يلا يا حسان، يلا يا حسان، يا حليش حذري، يا حليش حذري. غريبة كرة القدم، غريبة كرة القدم. الجزائري يستمتع ويمثل. موعدي بكم مع بداية الشوط الثاني ان شاء الله بعد الفرق. حذري يا حسن يبدا. يا سلام، شوشي ينقذ الجزائر من هدف. يبدا صعبة صعبة صعبة. جانبية صعبة. هنا والصامدون والتواصلون الضغط وتواصلون اللعب. هيدا الكرة هديه. يا سلام، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يفعلها الرجال والحظ يعود مرة اخرى. يفعلها الباتيك، يفعلها الباتيك، يفعلها الباتيك، الله اكبر. مقرة يفعلها والجزائر ستتأهل من دون شك. مقرة يفعلها لان الذي يعود في هذه اللحظات لابد ان يفوز، لابد ان يفوز ويتأهل. يا حليش يا حليش يا شوشي يا شوشي. شوشي يتفوق وينقذ المنتخب الجزائري من هدف محقق. خلاص خلاص خلاص، الف مبروك تحيا الجزائر، الف مبروك تحيا الجزائر.